بالحظ في النهايه في مباراه الزمالك في السوبر بركلات الجزاء. اليو باجي ضيع ركله جزاء. عايز اعرف رينيه فايلر قال لك ايه؟ خاصه ان بعدها برضو اليو باجي رينيه فايلر بيعتمد عليه، بيشاركه او موجود في المباريات، كان ليك دور مهم جدا في مباراه سان داونز، مباراه الذهاب ومباراه العوده بعد ركله الجزاء، وابرز الكلمات بعد ركله الجزاء اللي ضاعت اللي قالها لك رينيه فايلر. لا هو اداني نصايح فقط. لما اشوف في التمرين كنت بحط كوره الناحيه الثانيه وكنت بجيب كل ضربات الجزاء اللي كنت بتمرن فيها التمرين. لان في كره القدم ساعات ممكن تغير قرارك. في الماتش انا غيرت قرار. وكره القدم كده ممكن مره تبقى موفق مره ثانيه ما تبقاش موفق، ده طبيعي، ده قانون كره القدم ولازم نقبله. يعني قال لي انا لو منك كنت غيرت الزاويه بتاعتي، انت بتمرن في كل تمرين بتحط في زاويه واحده، ليه غيرتها؟ انا قلت له كده، قلت له اوكي عندك حق، بس هو شجعني بعدها وقال لي مش مشكله، المفروض تنسى اللي حصل، وقال لي ركز الفتره الجايه، مش مهم انسى، بتحصل لكل لعيبه الكوره. لو انت بعدها كمان يعني ظهر ان عندك تحدي في المباريات، واضفت يعني في كل المباريات اللي انت شاركت فيها برغم انك انت ضيعت ركله جزاء، لكن عندك تحدي كبير، وظهر كمان زي ما بقول لك في المباريات اللي بعدها. قال لي وانت بتقرا في تاريخ النادي الاهلي، مر عليك كده حبيت تعرف المحترفين او